قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، وكن حريصا على أن لا تخطئ أحدهم، إن لم تكن الأول كن الثاني، ما كنت الثاني كن الثالث. قال: أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد، أينما يوجه ينفع. وقد لا تكون أنت ذو سلطان، قد لا تكون أنت ذا سلطان فتعذر، لكن لا يعذر الملوك والأمراء والسلاطين وأصحاب المناصب العالية من الوزراء ورؤساء الأماكن الجليلة في الدولة، لا يعذرون أن يجتهدوا في أن يصلوا إلى الجنة بأن يوفقوا في فعل الخير للناس. هذا الأول. والثاني قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال، رجل رقيق الحال مراسل أو لا يجد عملا راتبه من الضمان، وعنده وفرة كثرة من بنين وبنات، ومع ذلك هو صابر محتسب، تقابله في الشتاء تقابله في الصيف: كيف أنت كيف أبناؤك؟ يقول: الحمد لله. يسمع المؤذن يأتي الصلاة، يأتي رمضان يصوم، يأتي الحج، يبحث عن حملة يسيرة ولو في آخر منن، ويحج مع الناس، جل خطواته مشيا، ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال. بقيت واحد، هذه أنا أقول لك لا تعذر فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم، ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم، فهو يملك من الشفقة على المسلمين من أهل قرابته ومن غير قرابته ما ملأ قلبه، إذا استنصحوه نصحهم، إذا أخطأوا دعا لهم، إذا استعانوا به أعانهم حسب قدرته، وإذا كان في وظيفته دخل عليه مسلم، قطع القفار قطع الديار أعانه، يتذكر قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم.